واحد السلام عليكم اخواتي، خصكم في محل رسمان ضروري نبارطاجي معكم البنات هذا الشيء، لانه جد مهم. المهم كاينين هاد لي بوكس هادو ديال ايدل شطال، مثلا هذا كيدير 8 اورو، راه كي تيكونوا غلا في بلاصه اخرى، انا خصكم متاكده. وعندكم هذا ديال لي سناك 7 اورو، هذا فيه جوج. هاد الشيء البنات تحتاجوه في الدخول للمدرسه. بالنسبه كاينه هاد الطاشي، هادي كبيره بزاف كدير 6 اورو تقريبا. وكاين هاد كيندا تيرمو بوكس اخواتي، هذا سوا تحتاجوه في الدخول المدرسي باش الاكل تبقى محافظ على راسو. المهم لقيت خصكم اللون الزرق، خديته الاميره ما عندي ما ندير. بالنسبه كاين هاد الترولي هذا، المهم يقدروا حتى يسافروا به الوليدات مثلا. شوفوا البنات هذا كيدير 19 اورو 99، جايبين ادوات مدرسي مع انهم ديما تيكونوا عندهم، غير واقيلا حطوهم هكا باش يبانوا مع الدخول المدرسي، وداك الشيء زوين. البنات تقدروا تشريو شي حاجات من هنايا وديروهم في هذيك توتي، شو التوتي كما تنقولوا. اللي مهم بزاف اخواتي هو هذا، هذه اللي وريت لكم صيدليه اميرتي ماركت بوي، البنات الا قارنتوها مع الانترنت امازون والصيدليه كيديروا تما ابتداء من 30 اورو، خصكم متاكده. راه شفت وهنايا كيديروا 19 اورو 99. وما تنساوش اخواتي 10% ديال التطبيق ديال روسمان، او 10% ديال الورقات اللي كيوصلكم للدار. بالنسبه لهاد الاله اخواتي اخر وحده خداتها اختكم، المهم غادي تلقاوها راه تتبعتها اونلاين نفس الثمن تقريبا 22 فاصله. هذه اللي مميز فيها كتكتب لكم الحروف اشكال والوان، واش نقول لكم، وخاصه البنات الا كنتو بحالي، يعني دابا حاليا عندي بزاف، شريت بزاف ديال لي كلي يو اس بي، كندير فيهم الفيديوهات، كندير فيهم شحال من حاجه، وكنحتاج ان مثلا هذيك الاله اللي كانت عندي كتكتب شكل واحد وحجم واحد، هذه لا، هذه كتكتب لك من صغيورين الحروف الا بغيتو، يعني مثلا تنفعني في لي كلي يو اس بي خاصه انا ملي شفت. المهم قلت نوريها لكم، وبالنسبه ليا طوب لانني لقيتها، وراه بالغارانتي يعني الفاتوره الا شريتو اي حاجه البنات من روسمان، اي حاجه خسرت لكم راه تقدروا تعاودوا ترجعوه ويرجعوا لكم فلوسكم. كاينه 20% على جميع لي ماسك، كاع على جميع لي ماسك. بعض البنات سولوني الهام واش كاينين لي برودوي كيحيدوا اللون، مثلا درتي شي لون وخرج لك معيق معيق. البنات انا احسن طريقه هي داك الشامبو التكيت مازيل باشامبو، هذاك احسن حاجه البنات. كاينين دي برودوي نوريهم ليكم بحال هذا كيدير 9.95 اورو، وكاين هذا كيتسمى هاغ فاغبن انفيرنا، بلاتي نوريكم. ولكن البنات المكونات هذاك الشيء تصوروا بحال كديروا شعركم في جافيل باش يرجع لكم اللون، يعني باش يتحيد واحد اللون يرجع واحد اللون، راه الدمار الشامل البنات نقولها لكم للشعر. فمن الاحسن ديروا زيل باشامبو احسن لكم. انا اختكم نوريكم كل شيء اللي سولتوني عليه نوريه لكم، موجود الخير ولكن ما ننصحكمش بها. خواتي كاين واحد العرض غزال على هاد الماركات هادو، جوج والثالثه فابور، جوج والثالثه فابور، تقدروا تنوعوا مثلا تاخذوا وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا، الثالثه ارخص وحده فيهم غتحصلوا عليها غراتيس بالمجان. يا كي جاكم هذا العرض زوين، اصلا هما في البروموسيون، راني قارنت الاثمنه مع الدعم. بلاتي نوريكم الماركات مره اخرى. صافي البنات العرض صالح الى 22/7/2022. الناس اللي عندهم الدبان والناموس وداك الشيء خاصكم هذا. المهم كاين ديال الفينستا يعني الشراجم، وكاين ديال الشرجم، وكاين ديال الباب. بزاف البنات هاد الايام تيتشكاو من هاد الحشرات. المهم ها نتوما البنات نعطيكم الاثمنه في فوكس، كاين ابتداء من اورو 99، 12 اورو، 2 اورو الباب والفينستا. صافي ها هما كاينين هنا البنات. انا بالنسبه لي هذا احسن حل هو الموسكيتو ولا انسكت نشوت كتسمى. ها نتوما البنات كاينين هكا هنا جاو، ما عرفتش مال معايا الفوكوس. عتقوا واحد شمعه جديده غير كدير غير 3.99 مقارنه مع هادو، راه رخيصه. فخديت لي وحيده نجربها ان شاء الله، هادي مصاوبه بالوريدات. انا كتحمقني ريحه فلوغال، خصكم راكم دابا عرفتوا الذوق ديالي. وهنايا شوفوا هادو بدلوا اليوم البنات غير لومبالاج حق، عرفتوا هذه البنات نخلي لكم واحد الصوره هنايا، هذه ملي سالات لي درت فيها واحد النبيته جات غزاله كتحمق، يعني هادو عندك وتكونوا تطرميوهم. لا حتى هادو يجيو فنين للنباتات الصغيره.
البنات كاين واحد الجديد على شكل طابس، هذا التيد البنات حنا تنقولوا له التيد، ومسحوق ديال الغسيل بصفه عامه، كيديروا جوج اورو 99 زعما باش نتيستيو هذا الشيء. هذا ديال ملابس الكولور، وكاين كذلك ديال الملابس البيضاء. المهم هذا قال لك في بلاصت هذاك، يعني نستعملوا طاب لي طابس. البنات شنو قال لكم؟ انا جاني هذا الشيء غادي يكون تخربيقه تزربيقه والله اعلم، والثمن ما عجبنيش، كون كانت اورو كورا شريت بكل صراحه. ولكن البنات نقول لكم، بزاف البنات كيسولوني اين الهام، اين تيد كتستعملي تيد، يعني اين مسحوق واش بيرسيل اري. البنات انا كننوع اختكم، راه بقات في الماكينه، ماكينه الصابون ما بقاتش في هذا، نقول لكم ما بقاتش في هذاك. وطبيعه الحال كتستعملوا هذاك اللي كيعطي الكولور مزيان، ولا مثلا هذاك الملحه ديال لي كولور، ولا جافيل ديال الطبايع، ولا المهم هذوك اللي وريتكم اللي فايته وريتكم، هذاك الشيء اللي كيخرج الحوايج زوينين اخواتي. الناس عالم التنظيف هنايا راه عالم غريب عجيب، عندهم داكشي كتير بزاف بزاف ديال غير الطبايع، راه ما نقولش ليكم بلاتي نوريكم. مثلا هنايا مثلا غير الا عندكم الحوايج كحل، التيشورطات ملي كيتيبهات وقال لك هادو تيرجعوهم انتوما قبل بعد، غادي تبان لكم الصوره. شوفوا 5 اورو 45 هانتوما البنات، وكاينين عده ماركات، يعني ماشي ماركه واحده، وحتى في لي كولور. وكاينين مثلا هادو ديال الطبايع، الطبايع بحال مثلا الكاتشوب، شي حاجه ما بغاتش تحيد. نيت واحد الاخت سولتني على شي حاجه تحيد مثلا الزوج ديالها خدامه نهار بالناي ولا ما نعرف اشنو، المهم عنده داكشي صعيب بزاف. المهم قالت لي شي حاجه تكون دايره بحال ليسانس، بحال البنزين، بحال المهم نخلي لكم. انا قلبت هنا في روسمان ما لقيتش، نخلي لكم واحد الصوره ديال الدي ام هنايا باش تشوفوها. المهم هو بنزين كتحيدوا بهاديك الطبايع المستعصيه، المستعصيه ديال بصح، وتيكونوا مكرفصين الحوايج، يعني ماشي تديروا شي حوايج مزيانين. المهم هذيك اللي مشيت للدائمه نصوروا لكم ونهضر عليه اكثر. فالمهم قلت نقولها لكم باش تكونوا نتوما عارفين، يعني حيت شحال من بنت كتبدا تسول على هذا الشيء وما تلقاش. فالمهم شنو كنت باغا نوريكم، وي ويلي كنت غنساليكم هذا حيت انا خديته. هذا البنات الماء اللي كيدار في هذاك شي يقولوا لي المصلوح، وفي مثلا قال لك داكشي ديال الباتري ديال الطوموبيل وشحال من حاجه. المهم عنده عده استعمالات، الماء كيفاش نسميه، المقطر، الماء نعرف. اللي عجبني هنايا شوفوا البنات، الله يطر الله يجعل البركه، هذيك 5 لتر كتبقى عندي عام. فالمهم هنا جوج لتر كدير 99 سنت، وهنا لتر كدير 65 سنت. واحد الاخت شاركت معايا قالت لي المهم تيشوفوا البنات بزاف الالمانيات في الانستغرام، ومشات شرات واحد كترشيه بحال هكا، قال لك وصافي وكديريه ينشف وكيخلي لك الحوايج مصلوحين اخواتي. المهم هي جربتها عطاتني قبل وبعد، داكشي ما صراحه ما صلحش مزيان نهائيا وابدا. فالمهم انا تيجيني داكشي تخربيق تزربيق المصلوح. بالنسبه كاينين دي برودوي كيعاونوا في المصلوح البنات، كيعاونوا ان داكشي دغيا يتجبد الا بغينا نقولوا، خاصه دوك الثوب اللي تيكون مستعصي بحال مثلا هاد لي برودوي هادو. ها هما شفتوا بحال مثلا هذا راه خاصكم ديروا شي رشاشه من الاحسن. وعندكم هادو، عندك هادو وهذا، هادو البنات كيعطيونا كيفريشي، وقال لك تيفريشي سواء المخاد سواء ما نعرف اشنو، سواء مثلا شوفوا هذا ديال الكاردين ديال الخاميات، حتى هو انتم البنات راه كيعجب المعجب في هادشي. المهم قلت انا نوريهم لكم واش ان شاء الله كامل ندوز لكم على حاجه زنقه زنقه، يعني كاع لي بخودوي غير سولوني اختكم تجاوبكم. واحد البنت سولتني على روائح ديال لاسبيراتور اللي كيدير في لاسبيراتور، قالك باش يطلقوا ريحه زوينه فريش. البنات ها هما كيديروا 99 سنت في غوسمان، وتتباعوا حتى حكا شفتهم وشريت باش نجرب ديال محل اكسيون. المهم هانتوما 99 سنت اخواتي. البنات كما تشوفوا زون الكريم ديالي ما بقاش نهائيا وابدا، هانتوما كما كتشوفوا ما كاينش كاع، ما كاينش الاثر ديالو لا سان اوزون ميد لا هذاك الخضر لا سبورت لا حتى حاجه. انا شنو لقيت، بعض المرات كتقلبوا على بحال هادو ما كتلقاوهمش، كاينين جوج في الباكيه، هادو اللي كيجبدوا داك الشيء حاشاكم، هذاك داكشي اللي بقى لاصق لداخل بحال الشعر بحال ما نعرف اشنو، سواء في الدوش او البادي فاني، كدير 5 اورو 99 اخواتي. شوفوا على جديد تيرارا، كنحمق على الجديد اختكم، ولكن هنايا شفت كاين شي جديد وكاين اللي اصلا كان بحال هذه سلسله كلها مصاوبه بالجريب فروت. شنو بان لكم هذيك الفاكهه الزوينه، هاند كريم، كزيش صفاصا، ماء تونر، جيل دوش، هذا بادي لوشن، وهذا ديال القدمين، هذا اللي مميز فيه مصاوب زيت الحشيش.
هني عندكم هنا في هذا الشيء كامل البنات نوريكم. ناخذ انا عزيز علي المقشرات ديال الطيغه ديال روزمون تيكون عندهم زوين، نوريكم واحد واعر حتى هو خصكم تجربوه. هذاك قلت لواحد البنت بعدا شراتو شكراتني عليه. كذلك كاين دي شامبو هذا الشيء هنايا مصاوب بالكوفيين. المهم فهاد الشيء كامل البنات كما قلت كاينين شي اشياء كانت بحال زيت ارغان راه كان، وكاينين شي اشياء جديده فهاداك الشيء تخلط وما بقيناش عارفين. المهم هادو جداد، هادو جداد انا متاكده اللي مصاوب زبده شي سكراب. المهم انا هذا خصكم تاخذوه. نوريكم دابا داك الاخر اللي شكرت الاخت. وقبل ذلك هذا زيت الوجه البنات مخلط هذا ما ناخذوش هذا بادي سبراي دي هاند سايفي صابون سائل لي ديال اليدين، وهذا حتى هو. المهم انتم البنات كيبان لكم هذاك الشيء زوين التيغ عنده شي حاجات زوينين وعنده شي حاجات فلوب. هذا بحال مثلا هاند كريم صاوب زيت الافوكادو زبده الجسم المانغو لما كنحمى اختكم ما كنحملش المانغو في داك الشيء الكريمات الجسم، وقال لك حليب ديال الارز داك الشيء انتريسون. المهم ناخذ سكراب ونمشي نوريكم دابا السكراب الاخر. ها هو اخواتي مصاوب بالقهوه، هذا ديال المعكازات اللي ما فيك ما تخلطي ما تصاوبي ما متحكي ما نعرف شنو. فالمهم هذا البنات كيدير جوج اورز سعودو 70. خواتي العزيزات خاصكم وصلت بخير وعلى خير الدار. باش ندير لكم الخلاصه نقول لكم بسلامه عليكم. اولا نوريكم مشترياتي، خديت البنات هذه ديال برادر الماركه المعروفه المشهوره. تنتمنى انه يكونوا الكارتوشات بحال ديال البلاستيك باش المهم هذه غادي تشوفوها عندي مره اخرى ان شاء الله. بالنسبه لهذا البرودوي هذا قال لك مزيان التكستيلين الثوب اللي تيكون قاصح بزاف بحال سيرفيات بحال هذوك ديال الطبله البنات، قال لك حقه ما حقه غادي يسهل علينا المساله ديال المصلوح. وخصكم ما كتحملش المصلوح وخاصه مع هذا الشيء المستعصي فغادر نشوف. المهم راه كاينين شتيغ كيك غادي دغاي يعني اخيب ثوب يعني اقصح ثوب الا بغينا نقوله. بالنسبه خديت هذه عاود خديتها علاش الاخرى عندي مزيانه وكلشي، ولكن ما تعرف تمشي تخسر ليا ولا شي حاجه يكون عندي سكور في الدار. خديت البنات لانش بوكس ديال ماشي ديال ايدلشتال اينوكس، هادو البنات راه يعني صحيين حسن من ديال البلاستيك. ديال البلاستيك خاصك تبدليهم قايله من 6 شهور 6 شهور الا بقيت عاقله، اما هادو كثر. بالنسبه خديت جوج نفعونا بزاف البنات لي لانش بوكس في السفر في الخريجات البنات كينفعوا. خديت كذلك المقشر ديال بشره الجسم ديال ماركه التيغا، هذا والله الا البنات مازال ما حليتوش هذا تشوفوا عندي في لي طوبس ولا لي فلوبس، ولا كنظن غيكون زوين والله اعلم. بالنسبه للشمعه البنات هذه شميتها تما عجبتني ريحه ديالها، وبالتالي تقدر تكون زوينه مازال ما شعلتهاش هي. اوكي دوماج البنات لقيت بقات غير وحيده من هادو. هاد الشيء البنات غادي ينفع الوليدات خاصه اللي غادي يجلسوا مثلا كثر في المدرسه. في المدرسه البنات هذا غادي تحتاجوه، هو واللانش بوكس يعني هاد الشيء غادي نهضر فيه ان شاء الله قريبا تنظن ان كل شيء وريته لكم ياكل البنات. المهم اخواتي تنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.